أنطونيو. أداء سيء وسيء وسيء جدا للإنتر. ترجع كرة خطيرة. ياغو ميليتو ضرب جزاء، ضرب جزاء، ضرب جزاء. ماذا يقول الحكم؟ يقول بينالتي، يقول بينالتي، يقول بينالتي للإنتر، يقول بينالتي للإنتر، يقول بينالتي على فيروناتي. مش ممكن على الإثارة. هدف ضاع من هنا، هدف التعادل قد يأتي من هناك. على كرة القدم، على كرة القدم. هل من الممكن تضيع هذا الماتش؟ داميانو فيروناتي. سنتابع اللقطة، هل تحت ضغط الجمهور أم ضرب جزاء؟ حتى الرجل اللاعب بيساقيه. ضرب جزاء ما فيش كلام، ضرب جزاء ما فيش كلام، ما فيش كلام. بينالتي حلال يا الإنتر، ما فيش كلام. يعني فيروناتي عمل قدم دياغو ساندويتش ويناقش بازيني. لا، جمهور الإنتر يقول لي ما تكلمش فيها. لا نتكلم يا عشاق الإنتر كرمال الإنتريستا. يمشي بازيني، يمشي بازيني، يتقدم بازيني. هدف التعادل أم يتألق هاندانوفيتش؟ حذار يا بازيني. هاندانوفيتش حارس كبير في كله وخاصة في ضربات الجزاء. يمشي بازيني يسدد ومش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ضربتي جزاء في الدقيقة 87 88، من 87 88 ركلتي جزاء، ركلتي جزاء. الثاني ضاع من ديناتالي بعدها بدقيقة ونص، صدق أو لا تصدق، بعدها بدقيقة ونص بازيني يهدر بينالتي التعادل. مش ممكن، مش ممكن. وإقصاء، إقصاء داميانو فيرونيتي. ظاهر أنه مشى الحكم قال له ضعت، قال له أنت أعطيتها وهي ضعت. نحب نقول لك شيء يا فيرونيتي، إقصاك في محله. ونحب نقول لك شيء ثاني، ضربة جزاء لم تكن هدية. ماذا يفعل؟ الآن تسقط، الآن تتيح يا بازيني. حقيقة ممكن لقطة الأسبوع، باش ما نقولش نكتة الأسبوع. ضربة جزاء بهذه الطريقة يسددها بازيني، ما تقوليش أرضية ميدان. هو سوء الحظ ممكن فيها تعثر لكن داخلة في اللعب. ضربة جزاء تضيع، تذكرني بركلات الجزاء.